الرسول طلب اه الراجل هناك ده اللي هناك ده ضربه كده ضربه جامد بالبوكس قال له يا ابن خلاص وقال له يا ابن الله تاني وقال له يا ابن الله خلاص انت بتزوق له يا سلطان وملوش ذنب انت بتتكلم مع الواد ده بالطريقه دي كده ليه ما حدش مالي عينك يعني بيكلمني موت تبلم كده ليه فهمني انا اعملني في وشي كده واخبطني كده فهمني ماشي انا قطع عليا وانا بكلمك انت بتطلع الواد ده ليه راح في وشك البخت دلوقتي